الكويت بلد الخير والإنسانية. بقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام وتعم المحبة، كل عام ويملأ التسامح قلوبنا، كل عام تكون الدول العربية والإسلامية آمنة. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير لكل العاملين بمحطة الام بي سي، وخاصة ببرنامج صدى الملاعب. بتمنى لكم إن شاء الله عام 2020 عام سعيد ومحبة وسلام. أما بالنسبة للكابتن مصطفى الأغا أبو كرم الحبيب، لإلك ولعائلتك ولكل محبينك بقول إن شاء الله 2020 هي سنة المحبة والسلام اللي بيعم العالم. يعني زاد عمر حبنا للأم بي سي سنة، وزاد حبنا المصطفى الأغا وبرنامج صدى الملاعب سنة. كل عام والجميع بألف خير. أتقدم بطيب التهاني والتبريكات للسنة الجديدة 2020 لأسرة صدى الملاعب والأخ العزيز مصطفى الأغا، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية وبالأخص المنتخب البحريني، من نجاح لنجاح إن شاء الله. نتمنى لكل الشعب العربي سنة مليئة بالحب وبالسلام عبر شاشة الام بي سي، شاشة كل العرب. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير أستاذ مصطفى وكل فريق عمل صدى الملاعب. كل سنة وأنتم طيبين. كل عام والوطن العربي بألف ألف خير بمناسبة حلول العام الجديد. حبايبنا قناة ام بي سي الغالية على قلبي، سنة خير ومحبة عليكم، وأحب أهني الصديق الرائع مصطفى الأغا. أكيد بتمنى في 2020 لكل شعوب العربية الهدوء والسلام والشغل والإنتاج والنجاح والصحة دايما يا رب إن شاء الله. صارين عاد عليكم بكل خير وبكل صحة وبكل شيء حلو. بدي أعيد بشكل مخصوص فريق صدى الملاعب، كل عام أنتم بخير، يعطيكم ألف عافية. وبدي أقول لمصطفى، وينك يا مصطفى؟ اشتقت لك يا مصطفى، ينعاد عليك وعلى عائلتك الحلوة. لأسرة الام بي سي الكرام ولمتابعينهم الأفاضل ولبرنامج صدى الملاعب الجميل والمتألق دائما مصطفى الأغا، هذا الكابتن اللي روحه أحلى وأحلى كل سنة تتجدد ما شاء الله تبارك الرحمن، نقول كل عام وانتم بخير وإن شاء الله تكون سنة جديدة حلوة 2020 فيها الأحلام كلها تتحقق وبرنامجكم من علو إلى علو إلى علو. هابي نيو يير للإم بي سي وللبرنامج المحبوب صدى الملاعب، وأكيد لأبو كرم الأستاذ مصطفى الأغا اللي دائما منتابعك، وإن شاء الله يا رب 2020 تكون سنة خير وسلام ومحبة علينا وعلى الجميع. بقول كل الوطن العربي 2020 إن شاء الله سنة تبقى حلوة جدا، أنا بقولها عن صدق يعني، وإن شاء الله كل سنة ومصر والوطن العربي كله بخير. هابي نيو يير وكل عام وأنت وبألف خير يا رب، إن شاء الله تكون السنة الجديدة سنة خير ونجاح وإنجاز وسلام على الأمة الإسلامية والعربية جميعاً. 2020 تبقى خير وسعادة وسلام على كل الوطن العربي وعلى كل أشقائنا في كل البلدان العربية. يا رب اجعلها سنة حلوة علينا كلنا يا رب، وسعادة ورضا وهنا وراحة بال أهم حاجة. ميري كريسمس وهابي نيو يير، وإن شاء الله سنة سلام وأمان وسعادة واستقرار يا رب. ما عرفش أكون غير كده ولا حبقى يوم غير كده، قلبي مسامح كبير، تزعل أصلحك أنا، تبعد أجيلك أنا، ما تعبش من المشاوير، في قلب أكبر من كده، في حب أجمل من كده، معرفش أكون غير كده غير كده.